تغطية موجودة. باعوش ويلة من باعوش، تردد بالنسبة لي الحارس ثم الخروج. عدادي يسجل ويفتتح باب التسجيل. الهدف الأول من عدادي، واحد من أنشط وأحسن لاعبين فوق أرضية الميدان. القائد، شوف خروج غير موفق للحارس لأنه تردد كثيرا قبل أن يخرج. ثم عدادي دقيقة داخل المرمى بعد ما عادت، وعدادي استغل هذه الكرة دون توقيف دون ترويض، مباشرة يسجل ويفتتح باب التسجيل. وجه المباراة من دون شك سيتغير لأن النتيجة ببساطة تغيرت وصارت في صالح الفريق المحلي أولمبي المدية. الآن فريق أهلي البرج سيسعى